السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الأخطاء الطبية هو من المواضيع الشائكة والدائمة والمستمرة وربما الأبدية، لا يمكن أن تنتهي هذه القضية، ولا يمكن أن يكون هناك أنه نصل إلى آخر حالة من الأخطاء الطبية بما أن الإنسان باقي. وهناك طبعا دائما هناك تمييز ما بين الأخطاء وما بين ما يسمى الاختلاطات، وهذا الذي دائما يتحدث به الأطباء، بمعنى أنه ليس كل مريض مثلا يمكن أن تتفاقم حالته أو يمكن أن يتوفى بعد عمل جراحي مثلا أو بعد دخول إلى المستشفى هو بسبب خطأ طبي، أحيانا قد يكون ذلك بسبب اختلاط جراحي كما يقال. ولكن بكل الأحوال نحن نحرص بهذا البرنامج على أن نتناول هذا النوع من الحالات، أولا من باب التوعية، ثانيا من باب التنبيه للمجتمع لضرورة أن يكون هناك متابعة وحتى يمكن أن يكون هناك محاسبة لموضوع الأخطاء الطبية. كان هناك اتفاق قبل فترة وحديث طبعا عن بروتوكولات تعاون وشيء من باب الأدبيات، أنه لا يمكن للطبيب أن يسجن أو من المعيب أن يسجن الطبيب بمحاسبة عن خطأ طبي، وأن الخطأ الطبي هو أمر وارد في كل زمان ومكان. ولكن عندما يكون الموضوع هو إهمال، وعندما يكون الموضوع يعني فيه استسهال وفيه استهانة وفيه الكثير من الأمور غير المنطقية التي تدخل ضمن إطار أخلاقيات المهنة أو الابتعاد عنها أو تفاصيل متعلقة بأنه أشياء خارج عن المألوف أو عن المعقول بالنسبة للعمليات الجراحية، هنا يجدر أن يكون هناك متابعة وأن يكون هناك إضاءة إعلامية وأن يحاسب هذا المقصر، أن يحاسب أولا إعلاميا وأن يكشف هذا الموضوع للناس، أنه لا يمكن لك أن تقول والله أنه والله خطأ طبي ويلا مشيت والله كل الناس تخطأ، ويحدث الخطأ الطبي في أي مكان وفي أي زمان، ودائما أحيانا تذهب الأمور بإطار الاختلاطات. ولكن أحيانا يكون هناك شيء واضح الإهمال لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن التغاضي عنه، ويجب أن يكون هناك محاسبة. يلجأ الناس عادة إلى الجهات الطبية، نقابة أطباء، وزارة الصحة مثلا، أو الوزارات المعنية الأخرى التي تتبع لها بعض المستشفيات كوزارة التعليم العالي مثلا أو وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، ويعني هذا من باب الشكوى. ولكن أيضا هناك اتجاه نحو القضاء، ولا يمكن دائما ولا يمكن تبرير الخطأ أو تبرير الاستسهال وتبرير الإهمال تحت أي مسمى من المسميات. وبذلك يجب أن يعرض هذا الأمر على الرأي العام، ويجب أن يشهر بالشخص المخطئ أو المستشفى حتى التي يقوم بها بعض الأطباء أو بعض العاملين غير الكفؤين. وخصوصا سمعنا بالفترة الأخيرة بسبب النقص الشديد وبسبب الاستنزاف البشري الكبير للقطاع الطبي كما كل القطاعات، هجرة الأطباء، هجرة الكوادر، استقالة عدد كبير جدا من العاملين بالقطاع الصحي وبالتحديد في الجانب الحكومي، وأيضا حتى في القطاع الخاص أصبح الموضوع لا يعتمد على معايير دقيقة كما كان الأمر في السابق، لأنه بيقول لك يا أخي منيح اللي عمل لأي حدا يشتغل بهذا الظرف، لأنه حتى رواتب القطاع الخاص وما يعطيه القطاع الخاص لا يقل كثيرا مقارنة مع رواتب الدولة، هو أيضا شيء لا يحقق كثيرا للعاملين. كل ذلك يحتم على الإعلام ويحتم على المجتمع عدم السكوت على حالات الخطأ الطبي. شابة تذهب إلى مستشفى لإجراء عملية استئصال اللوزات، بعد فترة بيلاحظوا أهلها أنه هالبنت راح تموت، يعني جسم نحيل، شحوب، حالة من عدم التعافي، تصل لمرحلة الاختناق. نعرف نحن دائما بعاداتنا كيف اللي ما عم يقدر يتنفس ناس بيضربوه بيدحوه على ظهره كما يقال، وإذا قطعة شاش كبيرة، كتلة من الشاش، مو قطعة هي كتلة من الشاش تخرج من فم هذه الفتاة. نحن عم نشوف هذا مو معقول، هذا مو يمكن شي كيلو شاش هي بتجي. هل من المعقول أن تترك هذه القطعة من الشاش تترك بعد تخريج المريضة من المستشفى، تترك لمدة أسبوع أو ما بعرف كم يوم بحلق الفتاة؟ يعني هذا أمر منطقي؟ هذا أمر طبيعي؟ يعني هذا الشيء اللي نحن بنقول لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن التغاضي عنه، ويجب المحاسبة طبعا ليس فقط لهذا الشخص المقصر، المحاسبة لكل من يمكن أن يستسهل. دائما نقول العقوبة الرادعة لا تقع فقط على الشخص المرتكب أو الشخص المذنب أو الشخص المقصر، وإنما تكون هي ردعا لغيره من المقصرين ومن المتعاطين باستسهال مع الكثير من الجوانب بالتحديد المتعلقة بصحة الناس وبحياتهم. موضوع حياة، فبالتالي هنا نقول إنه المحاسبة أمر ضروري وعاجل. أسمع شيء من الأب حسام حاج علي والد هذه الفتاة، تفضل. مساء الخير أستاذنا، كيف؟ أهلا ومرحبا.
الله يسعد مساك ومساء المشاهدين جميعا. استاذي انا ولد طفلي لارا الحاج علي، عندي البنت طفلة عمرها 14 سنة، عم تعاني كثير من التهاب اللوزات. تمت مراجعة الدكتور محمد أمين الكسم بالذات، يعني عيادته بشارع بغداد، تم الفحص الطفلة وقال بدي أصال اللوزتين. قلنا له ما في مشكلة أستاذ الدكتور، يعني قال مشفى هشام أسنان، قال مشفى هشام أسنان، وطلب مبلغ، يعني ما بنحب نذكره كمان، يعني ما في مشكله بموضوع المبلغ. اي وافقنا على كل شروطه استاذي، نحن وافقنا على كل شروطه. وتم ادخال الطفله الى بسبعه الشهر بمشفى هشام اسنان، قبولها بسبعه الشهر سبعة سنين. واجت العمليه وطلعت من غرفه العمليات بعد ساعه تقريبا تم تخريجها. نحن على الطريق صارت البنت تقايق دم، حكينا مع الدكتور تبع على الواتس، قال لي انا تحكيني مكالمه، انا مكالمه برد، تحكيني على الواتس فقط. للاسف هذا الموضوع، كيف استاذي؟ طيب. المهم صارت الحال تسوء، يعني قال لي راجع لها بعد اسبوع، بعد اسبوع ما استنى اسبوع، راجعتها بعد خمس ايام تقريبا، قلت البنت لا عم تاكل لا عم تشرب لا عم تتنفس كثير، يعني فيها هي المحادثات على الوصف كلها موجوده استاذي. هي المحادثات كلها على الوصف، قلت لها راسي حيفجر بنتي، ما عم تاكل لا عم تشرب، نزل وزنها صار وزنها نص قيمتها، يعني بنتها 14 سنه صار وزنها 30 كيلو، نزل 20 كيلو 15 كيلو خلال الاسبوع، ما عم تاكل بس مي ما عم يدخل على حلقها لبطنها. يلي طبيعي امر طبيعي، راجعته حتى فات صح فحسب عيادته ما كان يشوف انه في كتله شاش ببلعومه عم تطلع ريحه كريهه، هذا كله احنا كنا نقول له عم شو اسمه عم تنزف دم، يعني انا مرتين نزفت معي دم بالفتره هي قبل ما راجعه. تم مراجعته بالعياده استاذي وما اخذ الشيء اللي طبيعي، حول لي من الحب لابر، اللي حول على الابر احسن، اخذناه لابر لبعد 15 يوم بالضبط استاذي، الساعه 11 12 بالليل 15 يوم بعد 15 وما يوم ما كان حدا يعرف انه هالكتله هالبنشاش هالكتله الضخمه انا مش معرفين احنا، انا راجعته لي طبيعي، قال لي دكتور انا فيه محادثات على الوصف استاذي انا برجيك اياها، قلت له راسي رح يفجر على بنتي، انا بنتي بين ايدي عم تموت مع الطبيب، لا اكل لا شرب لا شيء. ما في غير اللي طبيعي مع الطبيب شخصيا، مو مع ممرض او ممرضه، لا مع الطبيب شخصيا، مع الطبيب اللي اجرى عمليه، مع الطبيب شخصيا، انا هذا كله موثق استاذي. حكينا معه قلنا له هيك القصة ما في غير اللي طبيعي. بعد 15 يوم بالعملية مساء حوالي 11 ونص بالليل، البنت عم نسقيها حبة شربة مي قامت استنقت فيها، طلعت عيونها لبرا احمرار بالوجه، يعني اختناق كامل. أنا بالنسبة كوالدة ما حصلت طلع بوش درت وشي على جنب هيك، أمها حطتها لوشها للأسفل وأخوها صار يدحها على ظهرها مثل ما بقول هيك كبس كبس على ظهرها، أما آخر شيء قايت هيك بدفقة دفقة قوية ولا يطلع كبتول شاش قد البيضة. وحتى الان موجوده انا محتفظ فيها ومصورها كلها، هذا كله يعني مثبات. وطلعت اشتكيت لوزاره الصحه وطلعت اشتكيت لنقابه الاطباء، الحكي من الاسبوع الماضي لحد الان ما استفدت شيء من الشكاوي، يعني كمان انا استاذي. طيب وانا حكيت لهم حالتي، يعني انا حالتي قلت له انا الايام اللي مضيتها تسوى، يعني ما شغلت ماده استاذي، يعني انا 15 بين بنتي عم تموت بايدي، الله من فوق تلطف فيني وخرجت الكتله الشاش من بالعومه. الحمد لله على سلامتها، الحمد لله على سلامتها. يعني طبعا هذا كتب له عمر جديد، يعني هلا يعني كان ممكن انسان وبدشرها هذا. هي جريمه محاوله قتل نفس يا استاذي، هي هي اسمها جريمه محاوله قتل نفس. شكرا يعطيك العافيه. طبعا كان من الممكن انه لا سمح الله هون، يعني تدخلت القدره الالهيه، كان ممكن بحاله مشابهه كان ممكن تموت المريضه، ممكن كان ان تموت هذه الفتاه تموت، فهون بس يعني الله بس فقط الله اللي انجاها من الموت ومن الاختناق. وطبعا هذا الموضوع يعني احنا ما بنقدر نقول والله يلا الحمد لله على سلامته والمهم انها قامت بخير وسلامه، لا هون الموضوع مو هيك، الموضوع هون يعني لازم يكون في بالفعل توجه حقيقي لمحاسبه يعني الناس. الغشيم لا يحمل مشرط، لا يفوت على غرفه عمليات، الغشيم خليه يتدرب بعدين خليه يدخل على غرفه العمليات، ارواح الناس ليست لعبه. لذلك انا اطلب التشدد بهذا الموضوع من نقابه الاطباء ومن وزاره الصحه، تشدد بهذا الأمر حتى يكون في ردع لكل شخص اللي ممكن يستسهل أنه والله يلا خلص نعمل عمليات. واحد ممكن يكون خريج جديد أو ممكن يكون عليه ضغط شغل، ممكن يكون لا عنده خبرة سنين بالعمل، بحكم ضغط الشغل ويلا بس بده يلحق نشتغل كيف ما كان ومنأمن نحن بالكادر الموجود المرافق للطبيب الجراح أنه هن بيشتغلوا باقي الشغل وخلص. ولكن الطبيب اللي دخلت على اسمه هذه الفتاة وغيرها طبعا من الحالات المختلفة، عم نحكي بشكل عام، المريض اللي دخل على اسم الطبيب هو اللي لازم يكون مسؤول، ما بيجي نقول والله هذا خطأ فني ولا خطأ آزن ولا خطأ ما بعرف مين. فإذا الموضوع يجب أن يكون فيه بالفعل فيه شيء محدد ورادع لكل شخص يمكن أن لا يؤدي عمله بشكل متقن.